صحيح من جلالة استقبل كولين باول في اليوم المواليد نهار 2 الصباح واستقبله وهو عامل الشارة التي هيأتها ملصق مثل السقف اللي هيئتها الجمعية للمناسبة. كولين باول وقتها وزير خارجية أمريكا. قليلا ما أبكي يوم واحد وثلاثين مارس، يعني أسبوع قبل الأحد معه، استيقظت من نومي، شعلت التلفزيون، وجدت الحديث عن جنين وعن كذا، وفي نفس الوقت في محطاتنا التلفزية، وأصبح التلفزيون المغربي فيها مارس الخليفة والدوزان فيروز أو العكس، يعني دخلنا في الجو. وطلبت من الإخوة في المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمسن الكبار في الصين أن الجامعة عندي بالبيت الساعة 12:30. قبل ذلك جاءني تليفون من طرف الأخ درجتو. درجتو أنا دائما احترمته، اتصل بي قال لي باغي نجي نشوفك. قلت له فوقاش؟ قال لي جوج ونص. قلت له يمكنش، انت عارف انه بجوج عندي شي معنا ديال المكتب ديال الجمعيه. قال لي انا ما عارفش. قلت له اذا ما عارفش معناه ما تصلحش تكون وزير داخليه. قلت له انا قيل كنبكي. فعلا خرجت من البيت ومشيت السياره ندور نبكي، وعباد الله كيتصلوا التليفون الى قال لي انا خير كان. قلت له اذا كان، شوف اذا كان وزير الداخليه كيف وخالد السياني اللي هذا شغله خير كيف، المواطن العادي شنو غيكون؟ مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ خالد سفياني المحامي البارز وأحد أبرز مناصري القضية الفلسطينية. اسم الأستاذ خالد سفياني ظل مرتبطا بالمسيرات المليونية في شوارع الرباط. الأستاذ خالد سفياني هو أمين عام مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، هو منسق عام المؤتمر القومي الإسلامي، هو رئيس المؤتمر العربي العام. الأستاذ خالد سفياني هذه فرصة لمحاورته بصدد آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية. هناك من يتخوف من أن تنجر المنطقة بكاملها إلى حرب شاملة، كيف يتابع الأستاذ خالد سفياني التطورات؟ في الواقع أنا أعيش تطورات ولا أتابعها، هذا إشكال. لماذا؟ لأنه أنا مقتنع بأن الصراع العربي الصهيوني لا يتعلق فقط بفلسطين أو بالعدوان الصهيوني على فلسطين. أنا ممن هم مقتنعين بأن الهدف أبعد بكثير من فلسطين، وبأننا جزء من هذا الهدف الصهيوني أو الصهيو أمريكي إلى آخره. سوف تلمسون ذلك، وسبق وربما أن ذكرت هذا في إحدى الحلقات، سوف تلمسون
العمل المكثف من أجل خلق حروب في المنطقة العربية بالإضافة إلى ما وقع خلقه لحد الآن. إذن أنا أعتبر أن المخطط الصهيوني يستهدفني كما يستهدف أي فلسطيني، ويستهدف بلدي، ويستهدف الأمن القومي لوطني، ويستهدف ثروات. نعم، الأستاذ خالد السفياني، ضمن التطورات طبعاً ما بعد 7 أكتوبر هو هذا التضامن العالمي، التغير الذي طرأ على قطاعات من الرأي العام الدولي. يعني هذا البعد كيف تشتغلون عليه، أو كيف ترون الاشتغال عليه في المستقبل؟ يعني خلينا نكمل أولا الموضوع ديال 7 أكتوبر. يعني 7 أكتوبر جاء ليحبط مخططا صهيونيا كان موضوع، ولما الفلسطينيين قاموا بتحرك يوم 7 أكتوبر، جملة المسائل التي وجدوا وثائق وكمبيوترات فيها الكثير من المعلومات، من جملتها أنه كان يحضر لعدوان كبير على فلسطين من أجل نفس الغايات التي الآن يعمل عليها الإرهابي نتنياهو. الذي حصل هو أن الإسرائيليين لم يتوقعوا، وإن كان الصورة التي حصلت كانت قد طرحت في مناورات عسكرية يعني فلسطينية. وطبعا لما فوجئ الصهاينة وفوجئ الأمريكيون إلى آخره، بدأت المعركة التي لازلنا نعيشها إلى الآن، والتي تشكل حقيقة أكبر جريمة، لا أقول في العصر الحديث بل على مدى عدة عصور، وهي جريمة مع كم الأسف الكل يعرف بأنها تتعلق بالشيء مستقبل لا المنطقة ولا فلسطين. فلسطين تقرر أن تمحى من دروس الجغرافيا والتاريخ، يعني هذا تقرر من قبل، والآن تقال بشكل صريح. يعني خلينا من الشكاية اللي تقدمت أمس ضد وزير المالية الصهيوني على تصريحه الفظيع اللي قال، ولكن هو تصريحه يجسد المخطط الصهيوني. ماذا قال بالضبط؟ قال بالضبط بأن جوج مليون ديال الفلسطينيين يجب أن يبادوا، ولا مكان لهم في فلسطين. تحدث عن فلسطين، عن إسرائيل من البحر إلى النهر إلى آخره. إذن بغض النظر عن هذا، سوف تجد الآن في كل سرديات الصهيونية أن الأمر يتعلق بالعمل على محو فلسطين من التاريخ والجغرافيا، وتبقى فقط إسرائيل بين قوسين تعم المنطقة. الوقت كيمشي بينا أستاذ خالد السفياني، إلا يمكن نسرعوا شي شوية الإيقاع. إذن الأفاق انطلاقا مما حدث لحد الساعة، إذا سرعت
سوف يكون مشكل في ساحة الميدان. شوف يمكن تحدثوا في المستقبل إن شاء الله بشكل أكثر توسع، لأن هناك أشياء لا مهمة جدا يجب. لا بالملموس الآن 10 أشهر كل المعطيات التي حصلت، ما الأفق؟ انتصرنا وسننتصر وسيكمل انتصارنا بصفة شاملة في المنطقة. هل هذه هي المعركة الأخيرة التي ستخاض من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين؟ هذا سؤال لا يمكن الجواب عليه الآن، ولكن اعتبرها معركة أثبتت إمكانية إحراق بيت العنكبوت أو تشطيب ديالو بالشطبة، هذا مؤكد، وأصبح جميع بمن في ذلك الغرب وأمريكا مقتنعين بأن بيت العنكبوت لن يستطيع أن يصمد. ولذلك ترى هذه الفترة مجموعة من التحركات التي تهدف إلى أن لا يقع توسيع نطاق الحرب، أن كذا، أن يتوقف حرب. لماذا؟ يعني من جملة الأهداف أن الكيان الصهيوني الهدف الأساسي هو أنه ما يوقعش اتفاق، ما يوقعش إيقاف إطلاق أو إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني، ويستمر التجوع، يستمر كل شيء. لماذا؟ لأن نتنياهو عنده مشكل داخلي، فيه ما هو قضائي ضده، فيه ما هو داخلي بالنسبة للانتخابات المقبلة عند الإسرائيليين إلى آخره. المهم مسألة ديال نتنياهو، مسألة ديال نتنياهو يحاولون تصريفها على أساس أنها تتعلق بالقضية، وبالتالي أنتم سمعتوا هي كل فلسطين، وهو ما أجاب عنه سماحة السيد حسن نصر الله عندما أكد بأنهم هم يريدون إسرائيل من البحر إلى النهر، ونحن نريد فلسطين من البحر إلى النهر. ولكن معناه تسوية على قاعدة الدولتين ما كناش في الأفق أبدا. هذا كلام فاضي جدا، لم يعد هناك إمكانية مطلقا. وأتمنى أن تخرج بالعريض، بالخط العريض. لم تعد هناك إمكانية مطلقا في التعايش قبل ما نهضر على الدولتين، يمكن تكون دولة واحدة. ولذلك سوف تجد أن كل النماذج التي كان يمكن أن تقدم كنماذج لفائدة فلسطين واحدة بمختلف مكوناتها، وقع العمل على ضربها. منها مثلا تجربة لبنان، يعني تجربة لبنان المسيحي والمسلم والشيعي والسني والماروني إلى آخره، والماركسي إلى آخره، يعني كانوا عايشين في سلام وكانوا متعايشين مع بعضهم. ولكن الآن يحاولون بجميع الوسائل أن يثبتوا أن هذا التعايش غير ممكن نظرا لتعدد الفسيفساء أو مكونات الفسيفساء لكيف لبنان، وهذا يقع في مناطق أخرى. وبالتالي يقولون عن فلسطين كيف يمكن، هذه دولة لبنان عند قدم القرن، ورغم ذلك لم تستطع أن تتعايش.
وهنا رجاء رجاء يجب تنبيه أبنائنا إلى أن ما يقال عن التعايش هو يعني مصيبة أو هو خلينا نقول وسيلة لجر المواطن العربي أو المواطن المسلم إلى مربع المربع الصهيوني. ليس هناك لا إمكانية للتعايش مع الصهاينة. ليس هناك داخل إسرائيل ولو بشكل جنيني تيار يمكن التعامل معه؟ أنا أتحدث عن تعايش هذا التيار. هذا التيار الذي وقع الحديث عنه كثيرا في كثير من الأحيان تلقي عليه السؤال. وطبعا هذا التيار نتحدث عن تيار صهيوني لا من ليس داخل يهودي لا من داخل إسرائيل لا من داخل ما فيش اتجاه اللي يبحث عن التسوية وأن هذه الحرب مدمرة للجميع. هذا البحث عن التسوية وكذا زولته يزول. كانت فيه حركة السلام الآن مثلا في مرحلة معينة كان عندها أين هي أحزاب مثل هذا أكبر حجة على ما أقول هي هذه حركة السلام الآن وحركة التعايش كذا. حزب مثل ميريتس مثلا اسألهم عن القدس تريد الجواب؟ الجواب هو أن الأمر أن الصهيوني ليس هو اليهودي، وبالتالي عندما نتحدث عن الصهيوني ليس بالضرورة أن نتحدث عن إسرائيل، وأنه يمكن أن يكون هناك مسلم صهيوني ومسيحي صهيوني، وهناك آلاف اليهود الذين خرجوا في شوارع أمريكا يطالبون بإيقاف العدوان على غزة. يجب ألا ننسى هادو يهود كاليهود الذين عندنا في المغرب، وهنا مع كامل التحفظ يعني اليهود غير الصهاينة الذين يوجدون عندنا، وأنت تعرف عديد من أسماء ومن حكموا من أجل قضية فلسطين وهم يهود إلى آخره. يعني باستثناء هؤلاء اليهود الصهاينة كلهم ليسوا لا يلبسون جلباب القنفود، بل مشكلتهم أن شوك القنفود مصوب به أجسادهم. يعني نعود للحركة التضامن طبعا مع القضية الفلسطينية في المغرب على مدى طبعا عقود. كنت طبعا منسق المسيرات المليونية في المغرب، وانتشرت لأن لربما المسيرات المليونية في المغرب يضرب بها المثال على الصعيد العربي. هل تذكر بعض المسيرات وما جرى خلالها خاصة مع المسؤولين داخل الدولة؟ أنا أولا أريد أن أشير إلى أن الحركة الآن موجودة في الشارع الغربي حركة أساسية. تجبتها بالسؤال. نعم، حركة أساسية، وأنا شخصيا اعتبرتها إلى حد ما شبيهة بحركة 68 التي كان سببها
حرب فيتنام التي كانت الطلاب الأمريكيون والفرنسيون هم الذين قاموا بهذه الحركة وأدت نتائج. والآن يعني حقيقة هناك تحرك. نحن طرحنا في المؤتمر العربي العام، مؤتمر قومي العربي والإسلامي والأحزاب العربية، كنا طرحنا ضرورة تأسيس هيئة شعبية عالمية لمناهضة الإمبريالية ولمناهضة الاحتلال والعنصرية، إلى حركة شعبية عالمية كما طرح في المؤتمر القومي العربي ضرورة تأسيس حركة شعبية عربية. وطبعا هذا كان له تأثير إيجابي جدا، لأن لنا أصدقاء ونعرف مناضلين من مختلف قارات العالم وبلدان العالم ضد الحرب وضد التقتيل وضد كذا. ولذلك هذا موضوع أيضا يجب الاهتمام به جيدا. بالنسبة لموضوع المسيرات المغرب، أكبر المسيرات التي تذكر خلال كل هذه العقود، إحنا في المغرب عندما يقع أي حدث تبدأ التليفونات. الأخ طارق يعرف هذا، تبدأ التليفونات خالد يجب أن تقوموا بشيء، أعلنوا يعني أن نعلن نحن بداية تحرك لفائدة فلسطين، وهذا في مختلف المناسبات. وطبعا هذا نعتز به ونعتبره يعني تقدير من طرف الإخوان، ولكن نظرا لكون الإخوان جادين وقلنا لإخواننا في كل مكان بأننا إذا كنا ننجح في مبادراتنا، ليس فقط المسيرات، عشان أذكر بعض المهرجانات مسرح محمد الخامس وفي الملاعب الرياضية إلى آخره، يعني كنا ننظم هذه الفعاليات بتنسيق كامل بين كافة القوى الوطنية والديمقراطية هنا. وكان فيها طبعا اليسار والإسلاميين والقوميين والملحدين وكل شيء، كان المغاربة كلهم مع فلسطين ضد الكيان الصهيوني. تطلب مني أن أحكي حكاية ما؟ نعم. يعني كاين جوج ديال أولا إحنا اعتبرنا أن في البداية المسيرة اللي كانت في لندن بمناسبة العدوان على غزة كانت مسيرة ضخمة، ونحن اعتبرنا في البداية أن هي رقم واحد ومسيرة 7 أبريل ديالنا 2002 هي رقم جوج. لكن لما عودنا الدراسة صفنا أنه تبقى مسيرة 7 أبريل هي رقم واحد. أشنو وقف هذه المسيرة ديال 7 أبريل 2002؟ مسيرة لندن، شوف قليلا ما أبكي يوم 31 مارس، يعني أسبوع قبل أحد معه، استيقظت من نومي شعلت التلفزيون وجدت الحديث عن جنين وعن كذا، وفي نفس الوقت في محطاتنا التلفزية يعني الشيخات والأغاني، مع حبي وتقديري للشيخات أعتقد مظاهر، يعني أقصد مظاهر الفرحة
اتصلت بالأخ العريشي، اتصلت بالأخ نور الدين صايل، والمهم أصبح التلفزيون المغربي فيها مارسيل خليفة والدوزان فيروز أو العكس، يعني دخلنا في الجو. وطلبت من الإخوة في المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمسلمين الكبار في الصين أن الجامعة عندي بالبيت الساعة 12:30 2:30، قبل ذلك جاءني تليفون من طرف الأخ درجتو. درجتو أنا دائما احترمته، لا كوزير داخلية ولا كرئيس حكومة ولا يعني حقيقة أحترمه وأقدره، لأنه كانت مواقفه مواقف وطنية، وخا تختلف معه في مجموعة الأشياء. اتصل بي قال لي باغي نجي نشوفك، قلت له فوقاش؟ قال لي جوج ونص، قلت له ميمكنش، أنت عارف أنه بجوج عندي شي معنا ديال المكتب ديال الجمعية. قال لي أنا ما عارفش، قلت له إذا ما عارفش معناه ما تصلحش تكون وزير داخلية. طبعا قلتها بنوع، وخا الأحداث لم تكن تسمح بالنوع من الدعابة، ولكن أنا هكذا. المهم مشيت عنده، هو جا من مراكش على ود باش يشوفني، خلاني نطلق نشوف. ملي مشيت عنده قال لي الله يخليك نعطيكم أي ساحة عملوا فيها مهرجان أو تجمع، ولكن المسيرة لا. صاحب الجلالة في لبنان كان ديك الساعة مؤتمر قمة العربي، وصاحب الجلالة غيمشي لأمريكا بعد 12 يوم إلى آخره. قلت له ودي أنت تطلب مني المستحيل. لماذا؟ لأنه في الأحداث السابقة عملنا مسيرة خرج فيها حوالي 2 مليون ديال الشيء، ودابا كتطلب مني نعمل مهرجان، واش معقول؟ قلت له أنا قيل كنفي. فعلا خرجت من البيت ومشيت السيارة كندور نبكي، وعباد الله في اتصل التليفون إلى قال لي أنا قيل كنفي. قلت له إذا كان، شوف إذا كان وزير الداخلية كيفكي، وخالد السياني اللي هذا شغله خير، المواطن العادي شنو غيكون؟ غادي يكون واحد السؤال اللي كنطرح عليك وجاوبني عليه من بعد. هو اولا هذا الشعور الوطني، ولا اذا من دابا قلت له من دابا تبدا المسيره، عندك ما تقيسوش شي حد، وإذا ما خصتو حد ما يوقع والو. قلت له هاد الشعور هذا هل تريدونه أن يكون مؤثر أم بشكل؟ نعم، تبقات لنا واحد دقيقة قبل ما يبداو هاد الناس. مسيرتكم ملي بغيتي هادي غنكملها لك. نعم، داك الدقيقة زيدوها ولا نقصوها دبوا راسكم. قلت له إذا نحن نريد من جهة أن يكون أمر مؤطر، ومن جهة ثانية أن يذهب صاحب الجلالة إلى أمريكا وهو في حالة انتشار، ده شعبه هذا ماشي. فعلا نظمنا، قررنا المسيرة الأحد اللي من بعد، ونظمنا المسيرة وحضرها الجميع بدون استثناء، كل ممثلي تنظيمات سياسية والنقابة كذا. لكن كانت هي واحد المفاجأة مهمة جدا، ما بغيتش الدقيقة تضغط عليا وما نخرجش. تفضل. شنو هي المفاجأة؟
هي أن صاحب الجلالة استقبل كولين باول في اليوم المواليد نهار 2 الصباح، واستقبله وهو عامل الشارة التي هيئتها ملصق مثل السقف اللي هيئتها الجمعية للمناسبة. كولين باول وقتها وزير خارجية أمريكا، خارجية أمريكا، وجاي لينظم زيارة الملك إلى أمريكا. ف يعني وقال لكولين باول أمام الصحافة، ودي أما موقعات ماذا جئت تفعل؟ مكانك اليوم في القدس وليس في مراكش. القضية طبعا خلقت أشياء، ولكن إنما حمل الملك لتلك الشارة كانت له دلالات كبرى. حوصرت ذاك النهار من طرف الصحافة وأعطيت تصريحات الموضوع إلى آخره، ولكن كان مصدر اعتزاز ديال الشعب المغربي أنه يكون الملك ديالهم هو دخل معهم في الجو ديال. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ خالد السفياني، شكرا على على رحابة الصدر وعلى كل طبعا ما قدمت من إضاءات. شكرا. شكرا.